اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى هنتكلم عن المراره. وظيفه المراره ليها اهميه في الجسم، لان المراره مسؤوله عن تخزين العصاره الصفراء. العصاره دي الكبد هو اللي بينتجها، ولكن المراره هي اللي بتخزنها علشان تطلعها بشكل معين للهضم. تمام. طيب لما بيحصل مشاكل معينه، يحصل مثلا انها بتلتهب او بيكون فيها حصاوي ولازم تتشال، في الحالة دي لازم نحصر جدا في الأكل، لأنها مسؤولة عن هضم الدهون ومسؤولة كمان عن الجلوكوز في الجسم. فناس كتير جدا بعد ما بيتشال المرارة، وفي مفهوم على فكرة غلط كمان، إن ناس بتفتكر لما أشيل المرارة أقدر أكل دهون أكتر وبمزاجي وأقدر أخس. بالعكس تماما، ده بيأثر سلبي على الجسم، لأن ربنا خلق الجسم ليه نظام معين، فإحنا لو تدخلنا فيه بيأثر علينا جدا. تمام. فالناس اللي بتضطر انها تشيل المرارة، اللي بيحصل ايه؟ ان بدل ما العصارة دي بتنزل في المعدة والامعاء بشكل منتظم لانها متخزنة، لا بتنزل بشكل مختلف بقى من الكبد، فبيحصل تأثير معين. بنلاقي مثلا الناس اللي بتاكل دهون بتزود مثلا، بيجي لها اسهال، مشاكل هضم وغازات، و يعني مشاكل غير عادية، وبتسبب بعد كده مشاكل تانية بقى، بيزيد الكوليسترول في الدم، وبيحصل مشاكل صحية زي السكر، زي ضغط الدم. كل ده تأثيرات مترتبة ورا بعض لو احنا ما ظبطناش الأكل بتاعنا. مهم جدا بعد ما المريض يكون شال المرارة ان هو يقلل جدا من تناول الدهون. نركز يعني الدهون مثلا الكتيرة زي الزبدة والسمنة والزيوت كلها، نحاول نقلل منها جدا عشان الجسم يعرف يظبط نفسه على او يهيئ نفسه على الظروف الجديده. يعني سبحان الله، ربنا خلق الجسم لما حاجه بتتشال في تعويض ليها، في تظبيطه معينه، ولكن مش زي الاول. فلازم احنا نظبط مع الجسم واحده واحده. فاول 3 شهور بعد ما المراره بتتشال لازم نحاول واحده واحده، اولا نشيل الدهون وبعد كده ندخلها واحده واحده. 3 شهور تقريبا نشيل الدهون خالص، وبعد كده بندخلها واحدة واحدة علشان الجسم يعرف يظبط نفسه على الكمية اللي داخلاله دي. ونحاول طبعا تكون دهون كويسة اللي تخش، يعني مش دهون مثلا مشبعة زي دهون اللحوم ودهون اللي هي السمنة والحاجات دي. نحاول نقلل جدا منها ونزود من الدهون الكويسة زي زيت الزيتون والمكسرات ودهون الأسماك، ولكن بنسب معينة، ولازم بنمشي على حسب إرشادات الطبيب. أنا برضو هنا في الحلقة بتكلم معلومات، ولكن معلومات بتكون عامة ليكو، لكن كل شخص لازم يرجع لدكتوره عشان كل شخص ليه حالة خاصة. تمام. طيب بنقلل بقى من الدهون، بنعمل ايه كمان؟ بنقسم وجباتنا، بدل ما تكون 3 وجبات لا 6 وجبات، عشان ندي فرصة ان العصارة بتكون قليلة، بتبقى العصارة تكون مظبوطة مع الاكل اللي احنا بناكله. ما ناكلش وجبات تقيلة وكبيرة يبقوا 3، لا يبقوا 6 وجبات صغيرين. تمام. تمام. عندنا ايه كمان مهم جدا؟ ان احنا نظبط نوعية الاكل، يعني ندخل حاجات فيها الياف اكتر، الشوفان مثلا، الخضار، السلطة، الفاكهة، كل ده نحاول ان احنا نقسمه على مدار اليوم علشان ناخد الالياف الكويسة جدا اثناء الهضم، والامعاء بتحتاج لالياف كويسة علشان الامعاء تشتغل بشكل كويس، فده نركز فيه قوي. مهم برضو ان احنا نعمل رياضه بشكل منتظم. كل الحاجات دي مع بعض بتظبط الاكل بتاعنا، وبتظبط الجسم بيشتغل بطريقه احسن. نقلل الحاجات السبايسي والمبهره قوي، وطبعا المحمر انسوا خالص، يعني حاجات المشويه بقى بدلها يكون احسن بكتير. واخر نصيحه هو ممنوع السكر. ممنوع السكر في كل الحالات، مش بس الناس اللي شايله المراره، لا لكل الناس. ابعدوا عن السكر، لان السكر من الحاجات اللي بتاثر سلبي جدا على الجسم، مش بس الناس اللي عندها مشكله، لا الناس السليمه كمان بيبقى عندها مشكله بعد كده لما بتاكلوا السكر. السكر ده يبقى قليل قوي للمناسبات، للمناسبات فقط. تمام. حاولوا تلتزموا بيه.